السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت ساكس، اهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات كتاب ستيب اهيد، واللي شكل ما شفنا ان هو بادئ بمراجعة على جرامر الصف الخامس. معادنا النهاردة مع الامبيراتيف، صيغة الامر، وده من الكلام السهل جدا واللي برضو كان موجود معانا في الصف الخامس. تعالوا يلا نبتدي، بس قبل ما نبتدي لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول هتلاقي الحلقات من اول حلقة لاخر حلقة موجودة في صندوق الوصف. شكل ما قلنا حبايبي ان كلامنا النهاردة عن صيغة الامر. طبعا حبايبي عارفين ان كل الجمل in English، يعني كل الجمل في اللغة الانجليزية بتبدأ بفعل الا جملة واحدة، وهي الجملة الامرية. ليه الجملة الامرية دايما حبايبي بتبدأ بفعل، ما تبدأش بفعل، والفعل بتاع الجملة الأمرية لازم يكون في المصدر بدون أي إضافات. يعني لما أجي أقول افتح الباب ما ينفعش أقول opening the door ولا opens the door ولا open the door، لازم الفعل يكون open في المصدر في التصريف الأول بدون إضافات. شوف لما جيت أقول اجلس ما أقولش sitting ولا sits ولا sat، لازم يكون فعل في المصدر، فأقول sit down أحمد، sit down أحمد يعني اجلس يا أحمد. طيب عكس الامر بقى حبيبي هو النهي. يعني لما اجي اقول للواحد لا تفعل شيء، قال لي لما اجي اقول الواحد لا تفعل شيء، قال لي هبدا بكلمه don't. واحنا قلنا قبل كده حبيبي ان verb to do اللي بيجي وراه دايما بيكون مصدر، فdon't لازم يجي وراها مصدر الفعل بدون اي اضافات. يعني لما اجي اقول مثلا لواحد لا تاكل هقول له don't eat. لاحظ ما ينفعش اقول don't eat ولا don't eating ولا don't eat، لازم يكون وراها مصدر. نفس الكلام لما اقول لا ترمي فاقول don't throw، ما ينفعش اقول don't throws ولا don't throw ولا don't throwing، لازم don't يجي وراها مصدر الفعل. تعال نشوف بقى التطبيق على الكلام ده. كل الكلام ده كلام في صيغة الامر. تعال نشوف نمبر 1، بقول لي ايه your answer in short sentences، بقول لي اكتب اجاباتك في جمل قصيرة. طبعا فعل الامر فين؟ right. فاشل رايتس؟ لا طبعا، ولا روت. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي don't eat eat fruit and vegetables to stay healthy. طبعا انا بأمر بحاجة كويسة فاذا لازم اقول eat. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي doesn't ولا don't ولا do waste your time. طبعا هنا يضيع وقتك دي حاجة مش كويسة، فلازم ابدأ بكلمة don't. لا ما ينفعش طبعا النهي يكون بdoesn't. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي a to your teacher carefully in the class. طبعا فعل الامر بيكون في المصدر فلازم اقول listen. تعال نشوف نمبر 5، بقول لي don't a in class. قلت لكم حبايبي ايه اللي بيجي ورا don't؟ هتقول لي مصدر، يبقى shout، لا تصيح في الفصل. تعال نشوف نمبر 6، بقول لي come ولا comes ولا to come to school early. طبعا فعل الامر بيكون في المصدر فيبقى come to school early. تعال نشوف نمبر 7، بقول لي a the housework with your mom. طبعا بقول له اعمل الأعمال المنزلية مع مامتك، ساعد مامتك يعني في الأعمال المنزلية، فحقول do the housework. بعدها نمبر 8، بيقولي we will go to the park tomorrow early please. عايز أقوله تعال بدري من فضلك، خلي بالك إن في هنا في الاستوب، يعني أنا ببدأ جملة جديدة وبأمره فيها فحقوله come، بس لما حط please بقى طلب. تعال نشوف نمبر 9، بيقولي don't or doesn't or do eat in the class. عايز أقول لا تأكل في الفصل فبالتالي حقول don't. نمبر 10، بيقولي don't a your notebooks look at the board. عايز اقول ما تفتحش don't be وراها مصدر، يبقى don't open. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو مش متابعنا من الاول هتلاقي الحلقات من اول حلقة لاخر حلقة في صندوق الوصف. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.